لإذاعة تونس تعيش معك. في المسابقات والله المنهجية اختيار الأعمال تغيرت سنة. كنا نعاولوا سابقا على مختلف الإذاعات إنها ترشح، معناها أفضل ما تراه صالح للمشاركة في المسابقات. سنة المنهجية تغيرت، فما فرز أولي فرز ثاني، تحسين الأعمال هذه ومحاولة إنها تكون متناسقة ومعناها حسب الطلبات وحسب الشروط نتاع المسابقات. والناس اللي كانت معناها اللجنة ضمت خيرة كوادر المؤسسة من القادرين على صناعة مضامين وفقا للمطلوب، وإن شاء الله إن شاء الله يكون حظوظنا وافر، لأنه مناش وحدنا في المشهد. بارك الله 18 هيئة إذاعية تقدم زادة هي بيدها أعمال وتحاول أنها تكون عندها معناها حظوظ في نيل التشريف أو الحصول على جوائز. إن شاء الله تكون الإذاعة التونسية قادرة في أنها تأخو على الأقل جزء من الجوائز هذه. صبر الرباعي فرض أن تكون الفرقة بتاعه هي اللي تصاحبه في خلال سهرة الافتتاح، وخلال سهرة الاختتام تأخر فعلا اختيار الفنانين اللي باش يأثوا السهرة هذه. الإذاعة التونسية لابد من قيامها ببروفات وأن تحضر المادة كما يجب، وعندنا اسم، نعتقد أنه عندنا اسم. فرقة الإذاعة التونسية ما تنجمش تراهن على أنها تدخل غمار هالحفلة هذه دون التحضيرات اللازمة ودون الاستعدادات اللازمة، فخيرنا الانسحاب على أن نقدم ممكن عمل يكون مشبوه.